النصيحة كانت في الغرب، قالوا الناس تاكلوا اللحم وحيدوا الشعير والذره والنخالة، غربلوه القمح، ولاو كيعطيوهم الدقيق البيض واللحوم. 50% ولاو كيموتوا بأمراض القلب والشرايين، ولات عندهم بروستات، سرطان الثدي، ولا عندهم سرطان القولون والمستقيم، ولا عندهم المشكل ديال الحصى في المرارة. هذه غير سنة كونية خالفوها، قلبوها سنة كونية خالفوها. يعني كثروا اللحم ونقصوا الحبوب. علاش؟ قالوا نعلفوا الشعير والذره للحيوان وناكلوا اللحوم باش نكونوا راقين. هاد العلماء ديالهم تنبهوا لهذا المشكل، ولاو تيقولوا ستوب، حبسوا اللحوم، بداو تاكلوا النخاله، حبسوا اللحوم، بداو تاكلوا النخاله. مشينا من سنه الانسان ورجعنا لسنه الحيوان. غريب. الفصه، الناس كياكلوا الفصه دابا في امريكا، كيشتروا الفصه وكياكلوها. غريب. وما نحنا علاش ما نختصروش الطريق؟ شحال كنا كناكلوا اللحم من مره في الاسبوع في المغرب؟ مرة إلا تسوقنا، مرة إلا ما تسوقناش ما كاينش لحم. وكانوا الناس كياكلوا الفول بصرة، كانوا كياكلوا الشعير الحشوة والخبز، كانوا كياكلوا السمن الحار. السمن الحار إلا كان مصوب من الزبدة البلدية اللي من الخوضة ما فيهش الكوليسترول، خاص الناس يفطروا به، ما كاين حتى مشكل. الزبدة البلدية لا علاقة لها بالزبدة الرومية. الزبدة البلدية كنخمروا الحليب وكنمخضوه وكنخرجوا الزبدة البلدية، ما فيهاش الكوليسترول. الزبدة الرومية فيها الكوليسترول. لا بغاو العلم، لا بغيتوا العلم، والعلم مدقق، ماشي على اللي يسمع شي نصيحة يبدا يكذب على الناس. هذا هو النصيحة ديال بصح. ولذلك أنا بديت قبل ما ننسى، فاش دخلت المسجد بديت بأول نصيحة. الناس اللي في بالهم أنه غادي يعيد على العتروس، حيت كاين اللي كتحسر، وكاين اللي كتحز في نفسه، وكاين اللي كيبقى فيه الحال، وكاين اللي مسع عليه الله، وكاين اللي باغي يشري حولي، ولكن الطبيب خلعو، قال لي عيد على العتروس، عندك السكر. لا، عيد على الحولي، ولكن إلا بغيتي السكر ديالك يتقاد ما تاكلش اللحم طول السنة. هذه هي النصيحة اللي خاص الطبيب يعطيك. ممنوع اللحوم على مال السكر، ياكلوا الحوت اللي عدوا العظم، الحوت اللي عدوا السلسل. السكر ما يخليش السكر ينزل. واللي عندهم لا طونسيون، الناس اللي عندهم لا طونسيون كياخذوا الأقراص، يحبسوا اللحم وينقصوا الملح. حبسوا اللحم وينقصوا الملح مرتين، وما يكونش عندهم مشكل إن شاء الله، ما يكونش مشكل. الرجالة اللي عندهم بروستات منفوخة كيخرجوا في الليل بزاف، يحبسوا اللحم والحار، اللحم والبزار. شتي راه ماشي بزاف، هادشي راه ساهل غتحفظوه. اللحوم كلها، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي كلها، وحبسوا الحار اللي عندو البروستات منفوخة. اللي عندو الباسر نفس الشيء. العيالات اللي عندهم الهرمونات مزاقلين، عندهم مشكل في الهرمونات، حبسوا اللحوم والمواد الصناعية. إلا حبسوا المواد الصناعية يكونوا أحسن، المرأة ما كتبقاش تخلق، لأن المرأة هازة معاها الطبيب ديالها، المؤشر هازة معاها، ما محتاجاش الطبيب. غير الدورة الشهرية ديالها تزيد ولا تنقص مريضة. هذاك الشيء علاش ملي كتخلع المرأة الحليب كيمشي ليها، الحليب كيمشي. علاش؟ لأن هرمونات، والمرأة عندها هرمونات زايدين على الرجالة، عندها ثلاثة، لأن المرأة فيتانة بالمبيض وبالرحيم وبالثدي. الرجالة ما عندهمش هاد الهرمونات هذو. الرجالة عندهم هرمون واحد، هو الهرمون ديال القوة ديال الشخصية، ديال التستوستيرون، هرمون التستوستيرون. ولذلك العيالات اللي بغاو يقولوا بحال الرجاله مرضوا، والرجاله اللي بغاو يقولوا بحال العيالات مرضوا، نفس الشيء. السنه الكونيه ما خصكش تخالفها، ان الله سبحانه وتعالى رسم خط احمر خصك تمشي معاه. هذاك المغني اللي مات كان بغى يولي مرا، راك شفتوا المرض اللي كان فيه. وكاين شي مرا بغات تولي راجل بحال ديك اللاعبه ديال التنس ديك مارتينا نافراتيلوفا، ولا الجسم ديالها بحال ديال الراجل، ما بقاتش مرا، ولا الجسم ديالها بحال ديال الراجل، ولات بشيعه بزاف، ولا علي شفايت خلع، كنسموها حنا بالفرنسيه مونستر، غول. علاش ما نخالفوش السنن الكونيه؟ ان شاء الله نعيشوا بسلام، ما يكون ما يكون